السلام عليكم، معكم محسن الوافي من الدار البيضاء، أصل جبلي، 24 عام. الحمد لله احنا انا والمدام ديالي كنا تعرفنا في هذا الجروب هذا وداروا لنا عرس، وكانت مساهمة بيناتنا وكانوا أعضاء، والحمد لله كان داك مبادرة زوينة. ودابا جينا باش نحضروا لهذا العرس اللي كاين دابا المرة الخامسة هما كيديرون ما شاء الله عليهم، والناس هما غاديين في طريق النجاح، والله يسهل عليهم والله يكمل بخير على هاد الناس اللي كاينين، على هاد الكوب اللي كاينين دابا، والله يسر لهم. وشكرا بزاف لمحمد بدر لهشام كبور والأسامة والدراري الزوينين كاملين اللي دازوا، ومرحبا بكم الأسبوع هو قريب، والله يسر لكم جميعا، وهذه فرصة طيبة باش نتلاقاو مع الدراري، وشرف لينا نكونوا حاضرين لهذا العرس، وحنا فرحانين بزاف حيت جينا شاركناهم فرحة وراه حتى هما عجبهم الحال، وإن شاء الله كل شيء يتزوج إن شاء الله وكل شيء يفرح. السلام عليكم، معكم ندى من كازا. أنا فرحانة بزاف بالوجود ديالي في هذا العرس ديال مراكش، ونشارك الفرحة مع هذا الكوب المراكشي، حيتاش حتى حنا كنا فرحانين بزاف ملي حضروا معنا الناس، وحنا الكوب ديال فاس يعني أول عرس دار في هذه المجموعة، وكنطلب من الله الله يوفق جميع الناس اللي واقفين على هذا الجروب، منهم بدر وهشام أسامة، وتيبقى لهم الشكر الجزيل، وتنطلب من الناس كاملين يعني كاع اللي في الجروب وداك الشيء يتواصلوا مع بعضياتهم ويتزوجوا، وهذا هو زعما هذا هو الزوج ديالي. تنبغي نقول لك تنحماق عليك بزاف، والله يخليك ليا، ويا ربي يطول ليا في عمره ان شاء الله. هادشي اللي تنطلب.